تحية طيبة لكم أصدقائي المشاهدين بهاليوم اللي ابتدى نهار جديد وملكوت الله لا يأتي بالمراقبة. خلونا نبلش نهارنا مع كلمة الله ومع الأب جورج نصيف. الله معكم أخوتي المشاهدين، نحن وياكم اليوم رح نتأمل بنص من إنجيل لوقا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وسأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، فأجابهم قائلا إن ملكوت الله لا يأتي كحدث يراقب، فلا يقال إنه هنا أو هناك، إن ملكوت الله في وسطكم. حينئذ قال للتلاميذ سوف تأتي أيام تشتهون فيها أن تروا ولو يوما واحدا من أيام ابن البشر ولا ترون، وسيقال لكم ها إنه هناك ها هو هنا، فلا تذهبوا لا تتسرعوا، لأنه مثلما أن البرق إذا ومض في طرف من السماء لمع في الطرف الآخر في السماء، هكذا يكون ابن البشر في يومه. ولكن لا بد له أولا من أن يتألم كثيرا وأن يرذله هذا الجيل. حقا والأمان لجميعكم. أخوتي في عنا عدة كلمات بهذا النص منشوف ونقدر نتوقف عندها حتى نقدر نتأمل بالمعاني يلي الرب أراد منا أنه نتعلمها من خلال كلامه بهذا النص. أول جملة أو أول آية سؤال الفريسيين متى يأتي ملكوت الله؟ وكأنه مفهوم للملكوت هو شيء يأتي من مكان بعيد، من مكان خارج عنا، ونحن بس يوصل ندخل فيه عند وصوله. فإذا وأغلب الظن أو بالأحرى هذا اللي كان برأي الفريسيين، كانوا بيعتبروا ملكوت الله هو ملكوت أرضي كالمملكة اللي أقام الملك داود الملك، لكنها هالمملكة ستسيطر على كل العالم وتجعل من اليهود الأقوى في العالم كله. إذا بدنا ندخل بعالم السياسي اليوم يلي هو أكيد مش موضوعنا، إنما كفكرة صغيرة تلفت نظرنا، منشوف السياسة الصهيونية اليوم بعالمنا يلي بعدها عم بتكفي هالفكر يلي كان عند الفريسيين بوقتها وبكل من يتأثر أو يدور بفلكها. أكيد السؤال أليست فكرتهم هي الغالبة، هي الفكرة الغالبة في عالم اليوم؟ وأليست الصهيونية بسياساتهم أو بسياساتها يريدون السيطرة على العالم اقتصاديا وسياسيا وماليا؟ ليش؟ لأنهم لا زالوا يعتبرون أن الله يريد أن يبني مملكته في هذا العالم من خلالهم هم. ما رح نفوت بالتحليل السياسية أكيد، إنما فكرة يمكننا التوقف عندها وبتطرح علينا سؤال. تاني فكرة بنحكي عنها بإنجيل اليوم، ملكوت الله لا يأتي بالمراقبة، أي لا يأتي هيك مقترنا بعلامات خارجية، يعني رح فسر أكثر، لا يبنى بالضجيج العالمي الخارجي بل يعرف من نتائجه، وما حدا قادر يلاحظ هالنتائج إلا من كان مستعدا للمساهمة ببناء ملكوت الله. فإذا ملكوت الله لا يبنى من الخارج، وين يبنى؟ يبنى في داخل الإنسان، في داخل النفس البشرية المستعدة أن تحيا السماويات. ملكوت الله يبنى في القلب المستعد لقبول مشيئة الله، في الفكر الذي يضع الله في أولوياته، يبنى في المقاصد والعواطف الطاهرة النقية التي تشبه مقاصد العذراء والقديسين، العواطف التي تطرب فرحا لذكر الله والاقتراب إليه، والمقاصد النقية التي تبنى على المحبة نحو القريب ونحو الله. لذلك بيقول الرب يسوع ملكوت الله في داخلكم، أي باختصار ملكوت الله يبدأ بالتغيير الروحي الداخلي. بحذرنا الرب يسوع أنه راح يكون في مسحاء دجالين كتار بيدعوا أنه الخلاص راح يكون على إيدهم، وبيفهمنا بوضوح أنه المجيء الثاني للمسيح سيكون سلطانه ووجوده معلن وواضح لكل إنسان تماما مثل وضوح البرق. المجيء الأول احتاج فيه الرب يسوع لأنبياء حتى يحضروا هالمجيء ولرسل من أجل نقل البشارة، أما مجيء الثاني
فلن يكون من أنبياء لتحضيره. على كل إنسان أن يكون هو اليوم وكل يوم عم يتحضر وعم يستعد انطلاقا من تعليم الرب يسوع لإلنا يلي حط بين إيدينا كل تعاليمه. ولن يكون بحاجة المجيء الثاني لرسل لنشره، لأنه سيكون واضحا وضوح البرق في السماء. لا يأتي بالمراقبة، يعني سيكون مجيء الرب فجأة. وشو هي علامات استعداد الإنسان لاستقبال هالمجيء؟ حتى ولو كان ما بيعرف أي متى سيتم، الإنسان مفروض يكون مستعد لهالمجيء. والعلامات هي فرح القلب الداخلي والسلام مع الذات ومع الآخر، حب الله الشديد وجعله فوق كل اهتماماتنا الأرضية مهما كان نوعها، أهي اهتمامات جيدة أم هموم سيئة، لازم يكون الله فوق كل هالاهتمامات. علامات الاستعداد لقبول مجيء ملكوت الله في داخلنا هي أيضا الإيمان، التوبة، والمحافظة على مواعيد المعمودية. لذلك دعوة يسوع إلنا اليوم أنه ما نشغل بالنا بالتوقيت، إنما ننشغل بهل حقيقة نحن نبني الملكوت في داخلنا وبالتالي في عالمنا اليوم. بيقول الرب يسوع كمان بإنجيل اليوم: ستأتي أيام تشتهون أن تروا يوما من أيام ابن الإنسان. منقول لك يا رب يمكن نحن منقول لك أنه صرنا عم نشتهي هالأيام، عم نشتهي نشعر أنك أنت حاضر معنا بوسط هالعواصف يلي عم تعصف فينا. حضورك يا رب بيعطي الهدوء لنفوسنا المضطربة والخايفة. منشتهي تكون حاضر معنا يا رب حتى يقوى إيماننا ونثبت برجائنا. نتذكر دايما أنه بلا المحبة ما رح فينا نكفي لقدام. وبس نحكي عن المحبة في كتار بيقولوا هيدا شعار. لا، هيدا مش شعار، هيدا واقع وحقيقة. لأنه بمجرد نشيل المحبة على جنب ونعتبرها شعار، يعني نحن حطمنا أهم سبيل للعيش وكل سبل العيش كبشر مع بعضنا بعض، وتحولنا إلى قطعان متقاتلة تديرها المصالح في هذا العالم المهترئ بالشر وبالخطية. نشتهي تكون بيناتنا يا رب حتى تضل صورتك مطبوعة فينا، وأنت تنزع منا كل تشوه عم بيصيبنا بسبب الشك والحقد واللا ثقة والكراهية والحسد السائد بين البشر. بالختام منقلك اجعل يا رب الألام يلي عم نمرق فيها مثل ألام المخاض يلي من بعده في ولادة حياة جديدة بتسود فيها المحبة والتضامن البشري والتضحية المتبادلة، حتى يبنى ملكوت الله، ملكوتك فينا وفي عالمنا. يا رب لك المجد إلى الأبد. آمين. نرفع صوتنا مع صوت الأب جورج نصيف بكل هالتأمل الحلو حول الإنجيل المهم اليوم، ومنبقى مع ترنيمي بنعود من بعدها لكم تنكون أعمق مع كلمة الله. إن القلب هو مركز الحب وينبوعه. نجتمع اليوم في بازيليك سيدة لبنان حريصة لنكرس لقلب مريم الطاهر وطننا لبنان وبلدان الشرق الأوسط. قلوبنا تناجي مجيئك.
أكيد هالأيام الصعبة صار بدها تدخل أم، تدخل العذراء مريم، يلي نحن منطلبك بكل وقت أنت تديري أمور وشؤون بيتك، ولا سيما اليوم أولادك هني بلحظات ضياع وعذاب وألم. تدخلي أيتها الأم السماوية وتعي أنت وابنك تيحل السلام بالأرض. بدي أرجع رحب فيك أبونا جورج، مع أنه صرت أنا الدخيلة على البرنامج. أنتوا عم تقوموا بالواجب وعم توصلوا كلمة الله، عم توصلوا هالكلمة يلي بتحمل الرجاء بعتمة بيأس. اليوم لابد أنه هالإنجيل وهالخلاصة الحلوة يلي أعطيتها هي مرتبطة ارتباط وثيق بالوضع السياسي اليوم وبالوضع الإنساني والاجتماعي بلبنان. اليوم قد بينطبق هالإنجيل، كلمة يسوع هي كلمة أبدية أزلية، هي لكل آن، هي كلمة حياة مستمرة. بس قد اليوم حقيقة بينطبق هالكلام على شيء حذرنا يسوع منه بإنجيله؟ أول شيء بحب أقول يعطيهم عافية الشباب والصبايا اللي دايما حاضرين لنشر بشارة ربنا بهالبرنامج يلي عم نكون معهم أسبوعيا، وأكيد بهمة حضرتك يعطيك العافية كمان السهرانة دايما على هالبرنامج على غير برامج التلفزيون. نحن عن جد صرنا بعالم إذا منطلع حولنا منلاقي من كل الميلات في خطورة عم بتحيق بخلاص الإنسان. يعني غير ما نحكي الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي وغيره، منحس أنه كمان في حرب على النفوس بذاتها. والحرب النفوس هي أبشع من الحرب على الأجساد. إذا بدنا نقول لا تخافوا من يقتل الجسد، ولكن خافوا خاصة من يرمي بجهنم بعد أن يقتل. فإذن مين يلي بيرمينا بجهنم؟ يعني نحن مش عم نحكي حتى نخوف الناس، ولكن عم نحكي عن خلاصنا اللي بدنا نفتش عليه. الخطية هي اللي بترمينا بجهنم، الخطية هي اللي بتبعدنا عن الله، الخطية هي اللي بتعيشنا على هذه الأرض وكأنه نحن عايشين بجهنم. قبل ما نحكي عن دينونة الله، خلينا نحكي نحن اليوم شو يلي عايشينه. الإنسان اليوم بهالوضع اللي عايشه، خاصة عنا بلبنان للأسف، هالبلد يلي كنا كلنا نفتخر فيه وأنه نحن لبنانية ونحن عايشين بلبنان، اليوم صرنا مش عارفين مين بدنا نودع على المطار، مين فيل قبل التاني، مين بده يترك هالبلد. هيدا شيء مؤسف، أنه ما عاد حدا عم بيلاقي فيه عنده نطفة رجع بهالمكان هيدا. برجع شوي للأمور اللي مثل ما قلت أنه الخوف على النفوس، أنه طيب ضمن هالخربطة السياسية كلها سوا، نحن وين دورنا أنه نحافظ على خلاص النفوس؟ وين دورنا أنه نكون حد هالناس يلي يمكن أوقات كتير عم بيهتموا هيدا من حقهم؟ كيف ما نأمن معيشتنا، كيف بدنا نأمن أولادنا ومستقبلنا وتعليمهم وغيرها، بس كمان ضلنا نتذكر أنه كيف بدنا نأمن خلاص نفوسنا؟ هاي النقطة الأساسية يلي بنطلق فيها اليوم، أو انطلقت فيها بالإنجيل وحكيت شوي هيك تلمحت للأمور السياسية، أنه في مشاريع سياسية عالمية هاي الخطرة يلي عم تلعب فينا مثل الطابة، ونحن ماشي نحن مثل الحجار الدومينو، بيشبقونا هيك وبيشبقونا هيك مثل ما بدهم عم بيزيحونا. فنحن مدعوين إلى الثبات، إلى الثبات بإنجيل الرب، بكلمة الرب. هون اللي بنرجع دائما مرجعيتنا، وهون خلاصنا أنه نرجع دائما لإنجيل الرب ونشوف هو أي طريق بده ينا أنه نسلكه. خليني أنا حاب اليوم رغم الخلاصة الحلوة والشرح اللي عطيته، خليني أتوقف أعمق حتى نطبقه على حياتنا اليومية، ولا سيما بهالأيام اللي عم نعيشها. بس قبل خلينا نذكر شوية أشياء بهالحوار اليوم دردش. اليوم المشكلة مش بالوطن، اليوم مش المشكلة مش بالبلد، اليوم مش مشكلة بالأرض، مش مشكلة بالطبيعة، مش مشكلة بالخيرات الموجودة، بعدها كلها موجودة، بعدها كلها حلوة. بس اليوم المشكلة مثل ما قلت أبونا بالعقول وبالنفوس وبالسلوك، السلوك الإنساني. اليوم إذا منشوف الاحتكارات اليوم اللي عم بتصير واللي عم بتزل العالم بوقف طوابير الناس على سواء على البنزين يعني أو على المساعدات، أو وقت بتشوف العالم كيف عم بتشارع أو عم تترجى حتى تاخد دور تاخد كرتونة مساعدة، يعني كلهم عم نعيشهم وعم نشوفهم. هالذل، نحن أبناء الله
وربنا قالنا أنه ما تعتلوا هم لشو تاكلوا لتشربوا، ليكوا زنابق الحقل. سليمان بعزه اشتهى يلبس مثله، ليكوا طيور السماء لا تزرع ولا تحصد. ما عم بقول حتى العالم تقعد بكسل، تقعد بخنوع، تقعد، بس عن جد صار أول شغلة المشكلة فينا. المشكلة اليوم بالبشر، المشكلة بالناس، مش بالطبيعة. اليوم نحن مش عم نواجه مجاعات سببها القحط أو سببها قلة الخير أو سببها كوارث طبيعية. اليوم اللي عم نواجهه كوارث إنسانية. سبب الجشع والطمع، هذا بالأساس أنا بلاقي. المجمع الفاتيكاني الثاني لما يحكي بيقول خيرات الله هي من حق كل إنسان. وهون بيحكي بكون عم بيحكي عن العدالة. فإذا العدالة شو هي؟ العدالة مش إنه كل الناس ياخدوا قد بعضهم. العدالة إنه كل إنسان ياخد حاجته. ياخد حاجته يلي هو عن جد بحاجة لها مزبوط. اليوم شو عم بيصير بالاحتكار؟ إنه أنت يا الإنسان يلي عم تاخد فوق حاجتك وتخبيهم بمطرح وتحطهم عندك، مثل ما شفنا قصة الأدوية بهالكم يوم. الأدوية حليب الأطفال. حليب الأطفال. أكثر شيء حليب الأطفال. صحيح، إنه هيدا أنت يلي آخذ حاطه عندك بالديبو وعم يخلص تاريخه، وجارك أو ما بعرف مين، حيالله حدا مين ما يكون، عنده ابنه عم يبكي بالليل وبالنهار مش عم يقدر يأمن له حليب. ضميرياً أنت يا إنسان كيف بدك تقف بعدين قدام ربنا؟ شو بدك تقول له؟ شغلة ثانية، لما شفنا إنه هالبنزين يلي هلأ إنه في كثير ناس منهم بحاجة. أنا شخصيا عم شوف أشخاص أنا ومارق على الطريق كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم واقفين بالسيارة قدام محطة البنزين. طب معقولة أنه وين عم بيسافر بسيارته كل يوم حتى تفضى؟ هيدا أكيد عم بيخزن بمطرح، وعم نشوف قدامنا شو عم بيصير. الناس اللي عم بتموت، الناس اللي عم تحترق بسبب الانفجارات اللي عم بتصير هون وهون. طيب يا إنسان أنت كمان هم بتسأل حالك أنه أنت شو عم تعمل؟ أنه ليه بدك تستغل خيك الإنسان؟ ليه بدك أنت تحس حالك أنه أنت أهم من غيرك؟ تكسب كل شيء لألك وغيرك عم بيموت وعم بيركض مطرح لمطرح حتى يأمن شيء وما عم يقدر. فإذا مثل ما قلت حضرتك أنه ولا مرة كانت مشكلة الأرض، المشكلة هي مشكلة الإنسان يلي عم بيتصرف غلط مع الأرض. سلوكياتنا غلط. صحيح. ذكرت حضرتك شغلة كتير مهمة، أنه هالجشع والطمع المتبادل يعني بين صاحب من يملك الشغلة وعم يربح منها وبين الإنسان يلي هو بحاجة إله. يعني اليوم كمان حتى بسلوكياتنا أو بقناعاتنا، هي قصة كمان عم تكشف قصة تربية. نعم. ومبادئ وأخلاق. نعم. عند الناس اليوم عن جد إذا بدنا نحدد الأزمة اليوم هي أزمة أخلاق. أزمة أخلاق هيها. كنت بدي أقول لك أنه ولا مرة كانت مشكلة مثل ما قلت حضرتك أزمة مشكلة أرض ضد الإنسان أو تضامن. دائما الإنسان يعني هو عم يشتغل ضد خيو الإنسان بهذه الأرض. منبلش من أيام قايين وهابيل، ما الإنسان عم يقتل خيو الإنسان. ما هيدا أبسط شغلة، إنه منقرأ عنهم ومنقول ما أيين قتل خيو هابيل. أوكي كتير منيح، بس أنت اليوم عم تفكر إذا أنت عم تقتل خيك بطريقة أو بأخرى؟ ما أنت اليوم كمان عم تساهم بقتل خيك الإنسان لما تيجي تاخد من قدامه أشياء هو بحاجة لإلها. عم تاخد من قدامه حقه يلي بحق له ياخده من حيالله شغلة بهالعالم، أنت عم تسرقها من قدامه بطريقة فيها سرقة، فيها احتكار واحتقار للآخر. فإذا أنت شو عم تعمل؟ أنت عم تكون مثل قايين ذات الشيء، ما فرقت بينك وبينه إلا بس بالطريقة. يعني بين التاجر المحتكر وبين أنه كمان الشخص اللي جشع يعني، أو كمان أنه خايف أنه يجوع. نعم. كمان هيدي المشكلة اليوم اللي عم نواجهها بكل الأزمات اللي مرقت أبونا، بكل الأزمات. يمكن خلينا نحكي بكل صراحة، حتى مجاعة الـ14. نعم. حتى مجاعة كان هناك أشخاص مستغلين ومستفيدين يعني، وما بدي فوت بالأسماء اليوم مشان ما أجرح العائلات البيروتية يلي كان. اليوم نرى يلي كانوا هني عم بيساعدوا الفقراء ويلي كانوا بعده أحوالهم عم تتحسن أكثر وأكثر. يعني هناك عائلات يمكن احتكرت واليوم زالت، اليوم ما بقى في منها لا تجار ولا غير تجار. لا. وفي عائلات يمكن كمان كانت عم بتساعد، عم تتضامن، عم تفتح بيوت، عم تفتح مطاعم بقلب. اليوم ما بدي أنكر الخير الموجود، وما بدي أنكر وقول الله يعطي القوة والعافية لكل الشباب. حقيقة عندنا شباب طيبة ومتضامنة وعم بتكون متطوعة على عمل الخير، ولكن عم نشوف أنه هالشي عم بيخف. نعم. يعني الطمع عم بيزيد والجشع عم بيزيد والخير عم بيخف، مش لأنه مش موجود،
لأن ما في إرادة تحركه. نعم، وزيادة عن هيك إذا بدنا نشوف شو اللي عم بيصير هلأ سياسياً، منشوف آخر مرحلة صار في نوع من الهجوم هلأ آخر فترة على الان جي اوز وكل المنظمات اللي الشبابية والناس العلمانيين حتى كمان اللي عم يشتغلوا من أجل خير المجتمع. هلأ صار في حملة سياسية عليهم، ليه؟ لأنه قربت الانتخابات وخافوا على أنه يكونوا هودا عم بياخدوا من دربهم أصوات. فهلأ عاملين حملة، إذا بتسمع تصريحات المسؤولين الكبار كمان بلا ما نسمي وفوت بأمور سياسية. بس ما أنا عندي تحفظ على كلمة كبار. كبار بالعمر. كبار بالعمر المسؤولين يعني اللي هن مسيطرين عم يحكوا ضد، صاروا مركزين هلأ تركيزهم على هالان جي اوز وعلى هالمنظمات الشبابية يلي عم تشتغل. ليه؟ لأنه منرجع لموضوع زيت وأنا خيفانين على مراكزهم، خيفانين على الانتخابات النيابية اللي جاية بعدين، فمشان هيك عاملين حملة عليهم. بينما الشباب، شباب اليوم ليش كمان قلتي عم بينقصوا؟ ايه عم بينقصوا. أنا بقول لك ليه عم بينقصوا، لأن أول شيء حملة سياسية. الحملة السياسية رح يصير نشوف كيف رح يروحوا البضاعة اللي رح توصل لهم، وين رح تتخبى، وين رح تختفي. تاني شغلة، شبيبة اليوم بلشوا يزهقوا من هالدوامة اللي مرقنا فيها ببلدنا وعم نمرق فيها. مرحلة صمود يعني اليوم. نعم، بلشوا يزهقوا وصاروا أقرب لهم أن يروحوا على سفارة ياخدوا باسبور وفيزا ويفلوا من أنه يقعدوا يتعبوا حالهم ويتعبوا قلبهم ويتعبوا راسهم بأمور حسين حالهم أنه هني من مال بدهم يبنوا وفي غيرهم لاقط هالمهدة وعم بيكسر من وراهم. فهون ندعي الناس، ندعي الشبيبة بشكل خاص أنه ثبتوا وصبروا وكونوا ثابتين دائما بأرضكم، لأنه بالنتيجة بدنا نرجع نوصل للحقيقة، الحقيقة بدها تبين كلها مثل ما بعرف يعني. ما بدي يكون كمان هالقد عم نحط يعني ضغط على الشباب يلي باقيين هون. خلينا نكون صريحين مع ذاتنا قبل كل شيء، اللي بقي لأنه ما عنده سبل يفل. وهكذا تم في العراق مع من تبقى من مسيحيين في العراق خلال الأزمات والهجومات المتتالية للأسف. والحروب عليهم. يعني من بقى وتعرض للتفجيرات والتفجير والقصص هن العائلات الفقيرة يلي ما عندها حدا أبدا أو ما عندها وسيلة تروح أو ما عندها مال كافي حتى يروح. أول شيء أنا بدي أقول كم اليوم هالإنجيل ينطبق اليوم. بيقول إنه أول شيء ملكوت الله لا يأتي بالمراقبة. نحن طالبين قاعدين ناطرين إنه أمتى بده يجي ملكوت الله، ناطرين. كان في تفسير كتير حلو لك بدي إياه هيك اليوم كيف نطبق على حياتنا هلأ، ولا سيما الشباب يلي ما فينا نقول بس الشباب اليوم في موجة يأس بالهوى تتنشأ في موجة شر. هول مثل ما نقول هالموجات او هالذبذبات يلي هي آتية من الشر ومن روح الشرير يعني. وبيقول وعاص الفساد في الارض. مزبوط. اليوم صرنا كثير قراب من هالمرحله. مزبوط، صرنا كثير قراب من هالمرحله. مشان هيك بنرجع من فكره لا ياتي بالمراقبه. ملكوت الله بقلنا الرب يسوع في داخلكم. شو يعني في داخلكم؟ او اذا بدنا نقول من داخلنا ببلش كمان ذات المعنى، بنرجع للاخر. يعني ملكوت الله مش ناطرين حتى يصير في وقت انه من درأي متى هالوقت رح يجي لحتى نبلش نعيش ملكوت الله. ملكوت الله كل ثانيه وكل دقيقه وكل عمل وكل فكره انا بعملها. خليني هيك بس فوت بالعمق، لانه عن جد نحن في مفردات او في كلمات بنستعملها بشكل هيك مش مبسط. ملكوت الله يعني هو ملك بقلبك. نعم، يعني الله مالك بقلبك. صحيح، مسكن الله في حياتي، في قلبي، بكل لحظة من لحظات حياتي. هذا هو ملكوت الله، أنه أنا أكون عم بختار. إذا بدنا نقول اختياري هو اختيار أن أنا اخترت الرب يسوع، اخترت إنجيل الرب يسوع، وبلشت عيشه بحياتي مثل ما عيشوها القديسين يلي قدامي. ومثل ما قالت الأم تيريزيا، سألها واحد أنه لك هالشر بالعالم شو بدنا نعمل؟ ليه الله مش عم يعمل شيء؟ بتقول له الله عملك لإلك وعملني لإلي. حتى هون نحن يعني حتى يبلش ملكوت الله، نحن مش ناطرين يجي حدا من برا يبني ملكوت الله. أنا بدي أبني ملكوت الله. في فكرة أبونا أنه نحن ننتظر ملكوت الله بفقرات زمنية أو بشكل ملكوت الله سوف يأتي لجماعة مشتركة مع بعض البعض. بس نحن عمرنا عم يمرق
ومين ما بيستفاد انه هو يعمل ملكوت الله، يعني عم بيخسر هيدا الوقت اللي بزهق اذهان الناس. انا ينتهي كل شيء عندما انتقل من هذه الدنيا الى ملكوت السماوي. نعم. نحكي حكيت عن الملكوت الارضي حضرتك وحكيت عن الملكوت السماوي. هلا الارض يعني نحن نتمنى ونشتهي مثل هاي الايام يلي قال عنها يسوع تشتهون فيها ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان، يعني من ايامه على الارض. ولكن مثل ما عم بيقول يمكن هيدا الشيء اللي باذهاننا نحن ناطرينه مش رح يكون على دورنا، يمكن على الاقل مش رح يكون على دورنا. فليبني كل واحد ملكوته من اللحظه اللي هو يعيش فيها. مثل ما انا ببني الملكوت الله هلا بحياتي، مثل اوقات كمان بختار العكس وببني جهنم لحياتي هلا على الارض. ما الانسان يلي بيختار الله ببلش يعيش الملكوت هون، لانه ملكوت السماء مش مفصول عن ملكوت اللي نحن عم نعيشه اليوم مع الله. فهي كما في السماء كذلك على الأرض. هي مسيره ببلش يعيشها الانسان اليوم وتكتمل بالسماء، والا مسيره ببلش يعيشها الانسان هون وتكتمل بعد موته بالانفصال عن السماء، مثل إليعازر والغني بنحكي عنهم دائما، مات الغني فدفن، خلصت انه راح لا شيء، منه ملكوت السماء، منه فرح، منه سعد. فملكوت الله ببلش انا ابنيه من هون حتى يستمر بعدين، او ببلش من هون انا بعد ودفش الله عني ما بدي اياك، وبتستمر هذا الشيء بعد موتي. يعني انا ما برجع بكرر، ما بحس انه او بالاحرى هيدا المؤمن فيه انا، انه ملكوت الله منه شيء فوق وشيء ثاني هون، لا، من هون انا ببلش متكامله. إيه مسيرتي ببلش هلا ابني ملكوت الله، ولكن فيها هالمسيره حتى كمان يضل في رجاء بقلوب الناس. يعني هالمسيره اذا كانت غلط الانسان في صححها باي دقيقه من حياته. أكيد. مثل لص اليمين يلي سرق السما بكلمه، كمل شغله على الاخر شغلته يسرق هو سرق السما بكلمه. يعني انا اليوم هيك بدي اتوجه بكل قلب من قلبي من جوا عن جد وانهي بهيدي الفكره. يعني نحن يلي هالناطرين الملكوت بعلامات زمنيه بشكل جماعه، ناطرين اشارات او خوارق اللي بيجي هون يسوع بيقلنا بلش منك انت واليوم بلش، وبيقول كما يومض البرق في افق ويلمع في اخر، يعني هيك بتكي بلحظه، وما فيني اقول مش برق هذا، لا هذا برق خلص شفته عرفته انه برق. يعني هالقد واضح، هالقد واضح الرب معنا، واضح اليوم حتى كمان بدون قبل ما نوصل لمجيء الثاني، الرب واضح اليوم وبعدين واضح معنا. بيقول بس بجملة يعني بتوجع بس هي كمان فيها رجاء، ولكن لابد أولا من أن يتألم كثيرا ويرجله هذا الجيل. بس الجواب سابق عليها هالجملة، أنه ملكوت الله سيأتي، وملكوت الله هو كالبرق بلحظة رح هو كلهم يلي يتألم. سبق الرب يسوع عطي الجواب عليهم فوق، وآخر شيء قال يتألم تحت. الأب جورج نصيف الراهب المريمي، أول شيء أنا بدي أطلب بشفاعة العذراء لكم كرهبة. أنا يمكن لي فترة كتير ما طليت حتى هيك وجه رسالة من عبر هالشاشة، من خلالك بدي أحمل يوم كل الكهنة ولا سيما الرهبان يلي هن نادرين كل حياتهم لربنا، وهن كل ارتسموا السنة جديد، ونصلي لأنه عن جد لازم نضل كلمة الله مستمرة من خلالكم. بدي أشكرك اليوم على هالمسيرة اللي مرافق فيها هالمحطة من البدايات الأزمة، ولازلت عم تستمر معنا لتكون كلمة الله فاعلة وفعالة وتوصل للكثيرين. الشكر لكم، والله يبارككم، وكمان دايما نضلكم بهالهمة اللي كلها نعمة من الرب. شكرا لك الأب جورج نصيف. أما لكم أصدقائي المشاهدين، بنهاية هالفقرة بدي أقول أنه عن جد تقووا وادعوا الله هلأ بهاللحظة بهالدقيقة بهالتكة يكون هو بحياتكم. هو اللي قال تعالوا إلي يا ثقلي الأحمال وأنا أريحكم. عن جد الرب يريح، أملنا بالله. أنتوا شفتوا، أنتوا عرفتوا، وأنتوا اختبرتوا أنه كل تعلقاتنا البشرية أو المادية أو شبكات الأمان والضمانات اللي عملناها لحياتنا انهارت بلحظات، انهارت بثواني. ما في غير الرب ثابت وقوي، ما في غير الرب محب. خلينا نكون معه
وخلني نبني ملكوته بداخلنا تنقدر نبني الفرح والحب والسلام. ننتقل نحن وياكم لاستراحة صغيرة منتابع بعض هموم ومشاكل هالدنيا من خلال فقرات واتصالات ومداخلات. صلاتك بتجمعنا شمس وعصف برد يا هتفة الهوش عنا يا وردة الورد. خلي صلاتك معنا شمس وعلي.